سؤال: قرأت في أحد كتب الحديث فقال قرأت في أحد كتب الحديث فقال باب ما جاء في الوضوء بالقي، فهل الوضوء هنا للوجوب؟ وهل إذا استقال إنسان أو أتاه القي عليه وضوء؟ لا، الصحيح أنه أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القي ولا الدم ولا غير ذلك، إلا البول والغائط، أو ما خرج من مخرج البول والغائط. أفهمت؟ يعني هذا هو القول الراجح. هذا إن صح الحديث أنه قال فتوضأ، أن الرسول قال فتوضأ، إن صح الحديث فالمراد على سبيل الاستحباب فقط، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب.